حالة العام غنبقى نتسنى بزاف. صافي عافاك، قلت لك سمح لي اعطيني ورقه الدخول، الا عرفتيني غير فهاد الحصه غيطردوني العام كامل. وانت كتجي متاخره ودابا باغا تزربيني؟ راه ما غتخرجش القسم، ما عطيكش ورقه الحضور حتى تجيبي الوالي الامر ديالك. سندوسه اول مره كنشوف في الاداره. سندوس القرايه، مرحبا بك عندي في الاداره. لقد تاخرت بعد الشيء عن القسم، فالاستاذه طلبت مني نجيب ورقه الحضور. انا خائفه. ويلي كتبكي على ورقه الدخول؟ هذا راه ورقه الدخول ديالي رقم 205. ومفتخره براسك استاذه، ها لقيتي لنا الباراسيتامول ولا لقيتي لنا اللقاح الثاني ديال اخوات كورونا؟ مهزله مهزله هزلت بكل صراحه. تفضلي بنتي سندوسه، تفضلي. حارس العام، انا تاخرت لان تفرقعت لينا الرويضة. انا مصدومه يا ايها الحارس العام، انا قلقه جدا. تبكيش بنتي، ما تبكيش. لا لا بنتي ما تبكيش، لا 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 عمرو حصل معايا هذا الشيء. دور ما تبكيش ما تخفيش، الله يرضي عليك. حارس العام راه ممثله هادي. انت سكتي، انت حتى هضر معاك. انا كنقول لك انا كنتبرى منك. ايوا حارس العام، الا عطيتيها ورقه ديال الدخول حتى انا تعطي لي ورقه ديال الدخول. يا حارس العام، هي كتتاخر ليس لانها تفرقعت لهم الرويضات، هي كتتاخر لانها تبقى تضحك في الساحه. انا سندس، انا كنبقى كنضحك في الاستراحه. هي دائما كتجي متاخره دائما، انا اشهد على هذا الشيء. سندس سندس، راه نشري لك هذا الدوسي. انا شفتك وعارفك مزيان اش كتسوي. دابا نكتب لبنتي دابا. اول مره كنشوف بنتي سندس القرايه عندي في الاداره. شكرا يا حارس العام. الام ديالي عطاتني شويه دقيقات، بغيت ندوقك منهم يا حارس العام. عفوا بنتي، عفوا عفوا، المدام ديالي صيفطات معايا شويه قريشلات، والله الا ما نحتاج. شكرا بزاف من فضلك. شكرا حارس العام. شو تبارك الله القرايه والفقاس. تفضلي يا بنتي.